السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية. مع استمرار المعارك التي تخوضها القوات الروسية من أجل السيطرة الكاملة على مقاطعة دونيتسك، القوات الروسية تخوض معركة جديدة في المناطق الجنوبية الغربية من دونيتسك. إذن القوات الروسية تخوض عدة معارك في وسط مقاطعة دونيتسك، والآن تفتح جبهة جديدة في أقصى جنوب غرب مقاطعة دونيتسك من أجل السيطرة على مدينة جديدة في هذه الجبهة. وهذا كله بالتزامن مع المعركة الرئيسية التي تدور الآن في شمال مقاطعة دونيتسك، ألا وهي معركة سيبريكس. وكذلك بالنسبة لمعركة كراخوفكا، والقوات الروسية أيضا تقترب من تطويق هذه المدينة من أجل السيطرة عليها والتقدم غربا من أجل الوصول إلى حدود مقاطعة دنيبرو. بنفس الوقت الآن القوات الروسية تفتح جبهة جديدة ومعركة جديدة، ألا وهي معركة فاليكا نوفاسيلكا. ما هي أهمية هذه المدينة؟ ولماذا تهاجمها القوات الروسية؟ وأين وصلت في هجماتها من أجل السيطرة على هذه المدينة؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. إذن مدينة فاليكا نوفاسيلكا، وهي التي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة دونيتسك، عاصمة مقاطعة دونيتسك، وعلى مقربة من الحدود الإدارية لمقاطعة دونيتسك مع مقاطعة زاباروجيا، وكذلك مع مقاطعة دنيبروبيتروفسك. في الأسابيع الماضية توقفت هذه الجبهة بسبب المعارك التي تدور في كورسك وكذلك في لوهانسك، إضافة إلى معركة بوكرافسك ومعركة كوراخوفكا. ولكن خلال الساعات القليلة الماضية هناك تقدمات مهمة جدا حصلت في هذه الجبهة، ومحاولات جديدة للقوات الروسية من أجل الاقتراب من مدينة فاليكا نوفاسيلكا، وخاصة من الاتجاه الشرقي وكذلك من الاتجاه الغربي. ومن أجل السيطرة على مدينة فاليكا نوفاسيلكا، على القوات الروسية أن تسيطر على عددا من الأهداف التعبوية التكتيكية، وأهمها مدينة زولوتانيفا وكذلك بلدة مكايفكا، إضافة إلى ريفنوبول وكذلك ليفادنا. بعد أن سيطرت القوات الروسية في الأسابيع الماضية على مدينة أوغلدار، بدأت تتقدم مع الطريق الرابط ما بين أوغلدار نحو مدينة فاليكا نوفاسيلكا. في اليومين الماضيين تمكنت القوات الروسية من السيطرة الكاملة على بلدة زولوتانيفا، وهي التي تقع على الطريق الرابط ما بين أوغلدار ومدينة فاليكا نوفاسيلكا. خلال الساعات الماضية هناك أيضا تقدم آخر للقوات الروسية، ولكن من الاتجاه الغربي. تمكنت القوات الروسية أيضا من شن هجوم انطلاقا من بلدة بريوتنا، وتمكنت من السيطرة على بلدة ليفادنا، وبذلك تقترب من الطريق الذي يربط مدينة فاليكا نوفاسيلكا مع مدينة زاباروجيا، وهذا قد يمهد لهجوم آخر للقوات الروسية وتقدم آخر من أجل الوصول إلى هذا الطريق وقطع طرق الإمداد عن القوات الأوكرانية التي تدافع في مدينة فاليكا نوفاسيلكا. والآن القوات الروسية أمام خياران، إما أن تقوم بتطويق مدينة فاليكا نوفاسيلكا من الاتجاه الشرقي والاتجاه الغربي، وبذلك تقطع كل طرق الإمداد عن مدينة فاليكا نوفاسيلكا. والخيار الثاني أمام القوات الروسية هي مهاجمة مدينة فاليكا نوفاسيلكا مباشرة ومن مختلف الاتجاهات، وخاصة من الاتجاه الجنوبي، وبذلك تتمكن القوات الروسية من الوصول إلى أطراف مدينة فاليكا نوفاسيلكا، وبذلك نكون أمام المعركة الحاسمة من أجل السيطرة على هذه المدينة المهمة التي قد تؤدي فيما بعد الوصول إلى الطريق الذي يربط دونيتسك مع مدينة زاباروجيا، ألا وهو الطريق الاستراتيجي، طريق N15. وهذا يعني أن القوات الروسية عليها أن تسيطر أولا على مدينة فاليكا نوفاسيلكا، وبعد ذلك التقدم شمالا من أجل الوصول إلى هذا الطريق الاستراتيجي. وبسيطرة القوات الروسية على هذا الطريق فإنها سوف تمهد لسقوط مدينة كوراخوفكا التي بدأت الآن القوات الروسية تطوقها من الشمال ومن الجنوب، وبعد ذلك قد تسيطر عليها وتتقدم أيضا لكي تصل إلى الحدود الإدارية لمقاطعة دونيتسك مع مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبذلك تتمكن القوات الروسية من السيطرة على المناطق الغربية وكذلك المناطق الجنوبية من مقاطعة دونيتسك. وهذا كله يؤدي للسيطرة الكاملة على مقاطعة دونيتسك في المناطق الشرقية من أوكرانيا. إذن هذه آخر تطورات المعارك التي تجري في وسط مقاطعة دونيتسك والجبهة الجديدة التي فتحتها القوات الروسية من أجل السيطرة على جنوب مقاطعة دونيتسك، ألا وهي معركة فاليكا نوفاسيلكا. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.